أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء جون بولتون مستشاره للأمن القومي بسبب عدم الاتفاق مع العديد من اقتراحاته. وكتب ترامب في تغريدة: أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماتي في البيت الأبيض، وأضاف: أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته، في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقف الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا الشمالية. ويعد بولتون من المحافظين الجدد المتشددين، والذي كان يتمتع بتأثير كبير قبيل تعيينه في منصبه. وكان مستشار الأمن القومي من أكبر داعمي الطرح الانفصالي لجبهة البوليساريو بخصوص قضية الصحراء المغربية، إذ يمثل الصوت الوحيد من داخل المحافظين الجدد الذي عبر في محطات كثيرة عن مواقفه المعادية لمصالح المغرب، خصوصا في نزاع الصحراء. يشار إلى أن جون بولتون سبق له أن اشتغل على ملف الصحراء عندما كان مساعدا للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، والذي قدم استقالته سنة 2004.